السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب. البداية مع العناوين. أمين الاتحاد الأسباني: كرة القدم صناعة دولة. مصادر تؤكد وجود ابناء عطيف في البرتغال لتوقيع عقد مع ناد بدرجة ثانية. مضر يخسر بشرف أمام منتخب وأمام الظروف. الشباب يستعيد الصدارة ويواصل تحطيم الأرقام. والأهلي يتعثر بالتعادل والفتح يعود للوساطة. غضب هلالي اتحادي وجماهير النصر راضية، ولكن في فقرة هذه رسالتي العفالق وجه رسالة لأحمد عيد. غياب حسني عبد ربه عن النصر لمدة شهر. هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، المدير التحرير صحيفة عكاظ في الرياض الزميل محمد الغامدي. مساء الخير أبو بندر، وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير عادل، تحية لك والمشاهدين الكرام. حياك الله يا غالي. نرحب أيضا بضيفنا الآخر رئيس القسم الرياضي في العربية نت زميل سامي اليوسف. مساء الخير أبو يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا عادل، ومساء الخير ومساء الخير على الزميل العزيز محمد الغامدي وللجماهير. أهلا. أولا بالهلال، حيث دشن نادي الهلال عصر اليوم الثلاثاء اتفاقية التعاون التي أبرمتها الإدارة المشرفة على الفئات السنية بالنادي مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليشرف الأخير بموجب هذه الاتفاقية على مدرسة الهلال الكروية. نتابع أحاديث أولا في مراسم هذا المؤتمر. حقيقة الأمر أشكر الأمير بندر محمد، ليس لما نحن فيه الآن، ولكن لأنه الحقيقة شرفني بأن أكون في هالمكان الذي بحقيقة الأمر أنا أخذ الآن بريق لا أستحقه في هذا الأمر. الأمر هذا ما أنا إلا يعني من حسن حظي أن أنا رئيس للنادي، وأن الأمير بندر بالاتفاقية نتوقع لها النجاح إن شاء الله الكبير مع اتحاد مهم جدا في العالم زي الاتحاد الأسباني. هذا امتداد لما قدمه الأمير بندر وما يقدمه وما سيقدمه أيضا إن شاء الله مستقبلا. أؤكد أنه بالأنشطة اللي مثل هذه والاتفاقيات اللي مثل هذه إن شاء الله لن يكون مستقبل الهلال إلا كحاضره وماضيه بإذن الله. الاتفاقية هذه أتمنى أنها يكون نادي الهلال نادي الجماهير الأول في المملكة العربية السعودية. أتمنى أن هذا النموذج يصبح معدي، وأن تسليط الضوء عليه يجعل أكثر من نادي يحذو نفس هذا الحذو. السلام عليكم. طبعا بادئ ذي بدء أود أن أشكر السعودية ونادي الهلال خاصة على كرم حسن الضيافة وعلى الحفاوة التي وجدناها معهم منذ أن وصلنا هنا. Nuestra visita aquí responde a la presentación de la escuela del club Al Hilal. وزيارتنا هنا طبعا لتقديم ومساعدة نادي الهلال. Es la primera escuela que hace la Real Federación Española de Fútbol fuera de España. حيث أن هي المدرسة الأولى التي يعملها الاتحاد الإسباني خارج إسبانيا. Y estamos
muy, muy ilusionados con este proyecto y especialmente felices de que esto se realice en un país amigo como es Arabia Saudita. ونحن سعيدين جدا لأنه نبدأ هذا العمل مع بلد صديق مثل السعودية. Y en un club de la categoría, de la importancia y del historial del Al Hilal. وفي نادي كبير مثل نادي الهلال. El club más prestigioso de Arabia Saudí y uno de los mejores del fútbol en toda Asia. أحد أفضل أندية السعودية وأحد أفضل الأندية في آسيا. Nosotros no venimos aquí a enseñar. طبعا نحن هنا لم نأتي لتعليم الهلال وإنما venimos a complementar el buen trabajo que ya se hace en Al Hilal. وإنما لتكميل العمل الرائع الذي عمل مع الهلال. Ha hecho que ahora estemos un poco recogiendo los frutos de eso que el gobierno de España sembró en su momento. طبعا كان يحب يضيف يقول انه طبعا نجاح المنتخب الاسباني ونجاح الكره في اسبانيا هي مبادره من قبل الدوله لانها تعتبر ثقافه الرياضه شيء مهم لصحه الشباب وحصلوا على دعم كبير في هالمجال خلال العشرين سنه الماضيه وبالتالي القى ظلاله على تطور المنتخب ووصل الى ما وصل اليه. نعرف النور سامي يبدا معك اولا بعد قليل سنتابع احاديث ايضا من هذا الحدث. سابدا من حيث انتهى امين عام الاتحاد الاسباني قال ان ما حدث في اسبانيا هو نتيجة دعم للدولة، يعني أن صناعة كرة القدم هي صناعة الدولة ولم يكن نتيجة مثلا اهتمام اتحاد أو ما إلى ذلك. هنا نعود الحديث عن الرياضة لدينا. نعم. إذا نحن بحاجة فعلا إلى مشروع وطني ليس مجرد فقط تطوير في الاتحادات، بحاجة إلى مشروع أكبر من ذلك. صحيح، ما في شك في ظل الحقوق يعني الأوضاع خصوصا أو المعاناة المالية للأندية والاتحادات. بالأمس مثلا نتابع برنامج الملعب ونتساءل عن وضع نادي مضر المادي قبل البطولة وتسديد رسوم وما إلى ذلك، تداخل رئيس الاتحاد لكرة اليد. لكن خليني أركز على نقطة مهمة يمكن تحدث فيها أمين عام الاتحاد الأسباني، هي تعزيز لمقولة قالها مدرب المنتخب الأسباني بعد الفوز بأمم أوروبا وتأكيد صدارة هذا المنتخب عالميا. قال احنا التطور في اسبانيا اللي حدث او النقل النوعي اللي حدثت ارتكزت على امرين، اولا اختيار المقنن والمركز للمدربين، يعني افضل مدربين يتواجدون في الدوري الاسباني، والامر الاخر تعزيز وجود الاكاديميات. نعم. من خلال تقديم عناصر جديده حتى في كاس امم اوروبا لاحظنا عدد من اللاعبين صغار السن يشاركون وبدلاء على دكه الاحتياط المنتخب الاسباني. هذا الكلام ياتي متطابقا مع وجهة نظر الأمين عام الاتحاد ومع توجه واستراتيجية عمل الإدارة الهلالية، وأخص بالذكر حقيقة الرجل الداعم الأول للفئات السنية امتداد لدعمه للمدرسة الهلالية الأمير بندر بن محمد. هذا الرجل يقدم عطاءات مميزة، اختياره للاتحاد الأسباني، موافقة الاتحاد الأسباني أيضا على الشراكة في هذا الجانب مع الإدارة الهلالية أو مع نادي الهلال تحديدا. نعم. لم يأتي عبثا أو يعني لأمور في المقام الأول مادي مثلا بحت وإنما أو صرف، وإنما جاء لتميز وسمعة الهلال أولا على المستوى الآسيوي. الإعجاب اللي أبداه الاتحاد الأسباني بعمل الفئات السنية في هذا، ويأتي عمل تكميلي وتنظيم أو نوعي واحترافي يعني. أيضا لا يفوتني أني أشيد حقيقة بوفاء الأمير عبد الرحمن المساعد للأمير بندر محمد عندما ذكر في بداية كلمة حقيقة في المؤتمر اللي غطت القناة الرياضية اليوم المميز أنه هذا الرجل يعني اللي هو بندر محمد قدم خدمات جليلة جدا ليس للهلال وإنما أيضا للكرة السعودية. هذه الاتفاقية أيضا ستنعكس ليس أيضا على الهلال وإنما على مستقبل الكرة السعودية، ويتمنى أن يكون يعني هذا حذو ممتاز جدا. كلنا نتذكر أيضا في الخلفية للصورة أكاديمية النادي الأهلي وتميزها أيضا. صحيح. وإن شاء الله يكون هذا يعني فأل أو بشرة تطوير أو تطويري للكرة السعودية مستقبلا. نعم. محمد طبعا كخطوة إيجابية لا شك للهلال. نعرف الهلال يمكن بدأ قبل عقود من الزمن في الاهتمام بالمدرسة الهلال وكانت فيها مخرجات كبيرة من اللاعبين،
توقفت هذه المدرسة، قلت العناصر اللي ممكن نستطيع نقول أنها كانت يعني تزج فيها الفريق الأول والشباب. الآن استطيع أن أقول أن الهلال بدأ الخطوة الإيجابية الصحيحة في المعاودة. مهما وصلنا من احتراف واشترت الأندية لاعبين من خارج أنديتها، تبقى المدارس الكروية مطلب ملح لكافة الأندية، لأن حقيقة هناك الكثير من المراكز دائما تنتجها هذه المدارس، عكس بعض اللاعبين اللي ممكن تحرص عليها الأندية اللي هي المراكز الحساسة المهمة، صانع اللعب، رأس الحربة، قلب الدفاع، الحراسة، لكن بعض المراكز مدارس الكروية تقدمها وتنتجها بإيجابية. طبعا الهلال كان له يعني تجربة مع المدرسة الإسبانية بالمدرب، أتذكر الإسباني كابلو يمكن، أو في أحد المدربين الأسبان كان يدرب الهلال قبل حوالي يمكن 20 أو 30 سنة، فهو من المدرسة الأسبانية وكان متميز في تفريخ عدد من اللاعبين الفريق الأول. أنا بس اللي ملاحظ على الاتفاقية أني ما شاهدت يعني تفاصيلها، ما أعرف وش المطلوب في هالمدرسة. أعرف أن الهلال عنده إشكالية في نقص الملاعب، يعني الهلال يمكن لديه ملعبين فقط في النادي، وهذه إشكالية بالنسبة للأكاديميات والمدارس الكروية. نعرف إذا كان في عناصر شابة من السن 10 سنوات أو أقل إلى 18 سنة تحتاج بالتدرج إلى ملاعب، وهذه يمكن الهلال يحلها فيما بعد، لكن كخطوة تعتبر إيجابية مكملة، وأنا أرى أنها يعني ستكون لها آثار مستقبلية لفريق الهلال. طيب خلينا نشوف. الأستاذ عبد الكريم الجاسر في بداية المؤتمر وضح النقاط أو العلامات الرئيسية لهذه الاتفاقية، وحتى حددها يعني ب3 سنوات قابلة للتجديد، يعني كتقييم يكون في نهاية الفترة. بس يجب أن ما نغفل أو يعني نذكر دور الجانب التسويقي للشركة أو للدور الأستاذ أو الشركة المسؤولة عنها الأستاذ أحمد المقيرن في هذا الجانب. يعني في عادل إذا سمحت لي، أتذكر قبل أسبوع كان أيضا وقعت اتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإسباني. وكان اجتماع بالمناسبة، ما كان في أي اتفاقية، ما في اتفاقية، كان في اجتماع وأحاديث لدراسة ومناقشة. هذا النص الخبر الرسمي اللي صدر. لم يكن في أي توقيع اتفاقية. اللي هي الفئات السنية في المنتخبات، النص الخبر الرسمي ما كان في توقيع اتفاقية، دراسة كان في دراسة. عموما هي خطوة لا شك أنها عموما مترة. خلينا نشوف بعض الأحاديث أيضا من كواليس هذا المؤتمر اليوم المزامن لتدشين الاتفاقية. أكيد أنها راح تضيف النشب، بالذات أنها يعني في سن تعلم، وإن شاء الله يعني تعمل فائدة للكرة السعودية إن شاء الله. على الواقع العملي محمد، ماذا يمكن أن تضيف؟ قبل قليل يعني مع مدير الأكاديمية قال بأنه يعني بعد 3 سنوات إذا كان اللاعب لديه لياقة عالية، فهم أساسيات كرة القدم، المدرب كذلك، العمل الإداري منظم، هذا منتج. صح، أكيد، وهو الحين كرة القدم صارت يعني انضباط، فمتى ما وجد اللاعب يعني يعلمونه كيف الانضباط وكيف تغذيته وكيف أنه يكون لاعب، أكيد أنه بنشوف مواهب تخدم الكرة السعودية. والله شوف الحقيقة بكل صراحة، هذا وقت الكرة الأسبانية، يعني شفنا الكرة الأسبانية تقريبا من 2008 وهي مستحوذة على البطولات، حتى في الدرجات السنية يعني جالسين يقدمون مستويات مرة كبيرة ويحصلون على البطولات، فأعتقد الوقت وقت المنتخب الأسباني، وأعتقد يعني أن النادي توفق مع الأسبان. نحن في زمن تغير، يعني وتغير من جميع النواحي في كرة القدم بشكل خاص. في مجالنا اللي احنا الان نتكلم فيه ونتحدث فيه، الهلال اتخذ خطوه وبادره، يعني اتمنى ان الجميع يعني يحذو حذوها. التعاون مع الاتحاد الاسباني هذا راح يفيد منتخباتنا الوطنيه قبل لا يفيد نادي الهلال، وراح تنعكس ان شاء الله الايجابيات في فتره قصيره ان شاء الله، اللي هذا الامل المرجو. وزي ما انت عارف يعني النشء عندنا والنشء يعني البراعم واقل من سن البراعم ايضا يحتاجون للرعايه والتاسيس من البدايه، لانه يعني احنا نفتقد التاسيس او مراحل التاسيس والتاهيل في المراحل السنيه. احنا فرقت الكره السعوديه الان عندنا، لانه في السابق كان فيه اهتمام اكبر في المجالات السنيه، لكن الان قل الاهتمام في الفئات السنيه،
فانعكس بشكل سلبي على كرتنا السعوديه بشكل عام بجميع مراحلها. لكن الان يمكن هذه احدى الخطوات ان شاء الله اللي راح تكون مصححه ان شاء الله ومجدده في اتخاذ عن الطريق الصحيح ان شاء الله لتطوير اللعبه واللاعبين ان شاء الله. انه الموضوع مو هو مجرد داخل المستطيل الاخضر، يمكن حتى التأية في التغذيه، في الرعايه البدنيه للاعب نفسه بنفسه يعني، وتعليمه ومعرفه اللاعب وهو صغير يعني، في انه هذا مضر وهذا غير مضر، انه هذا في صالحه وهذا في غير مصلحته، انه اكيد انه راح ينعكس عليه بشكل ايجابي مدى حياته يعني. وانت عارف الواحد لما يتعلم وهو صغير يعني يكمل الشيء هذا معاه لين يكبر يعني. العلم في الصغر كالنقش يعني في الحجر، واتمنى ان شاء الله انه هذا كله ان شاء الله تنعكس بشكل ايجابي لنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي اتفاقيه تمت برعايه الامير بندر محمد بن سعود، بحكم انه هو صار له سنوات مشرف على مدرسه الهلال والمراعم والناشئين. شركة أرابيم كشركة تسويق رياضي وتطوير رياضي بحكم اتصالاتنا مع اتحادات أوروبية، وفقنا في التوصل إلى أفضل اتحاد موجود وأقوى اتحاد في أوروبا على تشغيل وإشراف وإدارة أكاديمية الآن المدرسة إن شاء الله تنقل أكاديمية الهلال. هي طبعا الاتفاقية ما في شك أنها تعتمد على الجانب المالي. الأمير بندر محمد سعود تكفل بأي التزامات مالية لهذا المشروع، والامور ان شاء الله حتتبان على حتعد الى وقت ان شاء الله حتتبان نتائجها. هذه الامور الماديه ما هي واضحه بالنسبه لكم، كم من الممكن ان يتحمل نادي الهلال؟ لا، هي طبعا التكاليف المدرسه بالكامل تحملها الامير بندر بن سعود، بندر محمد بن سعود هو اللي تكفل عشان كذا سؤال الاخوان على موضوع شراكه الهلال وموبايلي. شراكة الهلال شراكة استثمار وشراكة تجارية مع موبايلي، ولكن المدرسة شراكتها مع الاتحاد الإسباني كشراكة فنية برعاية أحد يعني أهم داعمين نادي الهلال. هل توقيع هذه الاتفاقية يخص حصريا نادي الهلال، أم بإمكانكم أو بإمكان من يرغب مثل هذه الاتفاقية أو اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الإسباني أن يكون أيضا موجود على الأقل في المملكة العربية السعودية أو في الشرق الأوسط؟ هي طبعا الاتفاقية اتحاد الأسبان أنه دخوله يرعى نادي فقط، ولكن من الجانب الآخر إذا تحدثنا عن الاتحاد الأسبان لكرة القدم، احنا الآن بصدد إن شاء الله إنشاء أكاديمية مستقلة تماما لإعداد نشأ وجيل رياضي جديد، ولكن شركة RBM تسعى في بحكم علاقاتنا الأخوية مع أغلب رؤساء الأندية في المملكة أنه لاستحداث اتفاقيات مع اتحادات أخرى أوروبية أو غير أوروبية، مو الاتحاد الإسباني فقط الهلال. نتمنى إن شاء الله أن نرى ثمار هذه الاتفاقية على أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة. عموما الموضوع الآخر قبل أن ندخل في تفاصيل المباريات اليوم، فريق السعودي لكرة اليد الفريق المشرف الذي انتصر في أول مبارياته بالأمس، تحدثنا عنه بالأمس وعن ظروفه الغير جيدة حتى قدم له تبرع من الأمير نواف بنصف مليون ريال، وصلهم بالأمس وتم سداد بعض المتعلقات المتأخرة، آخرها كان المبلغ الذي الرسوم لتسجيل اللاعبين الأجانب والبالغ 6000 دولار تم تسديده بالأمس، وقد لعبوا اللاعبين في المباراة بتعهد خطي من قبل إداري الفريق. اليوم الفريق يدخل ويواجه دخل اليوم وواجه فريق الصد القطري، وهو فريق مكون من لاعبين جلهم إن لم يكن كلهم حسب معلوماتنا ليسوا لا يحملون أو ليسوا قطريين في الأصل، أغلبهم جاء من فريق فرنسي، فريق محترف، فريق يقدم أفضل عروض في فرنسا، وبالتالي وبالرغم من ذلك إلا أن الفريق اليوم حضر حضورا جيدا، كان متقدما حتى اللحظات الأخيرة وخسر أيضا بنتيجة متقاربة. ما زال الأمل باقي للفريق غدا، لكن موفد الرياضية محمد العتيبي متواجد مع الفريق هناك في الدوحة وأرسل لنا هذه الأحاديث بعد نهاية المباراة. أستاذ علي الخاطر، أول شيء نقول لك هارد لك، خسر مضر، ولكن هل كان السد هو الطرف أو الخصم الوحيد لمضر أو لا؟ في البداية ودي تقول لي ألف مبروك، لأن اللي قدمه اليوم
أبنائنا أعجاز بكل المقاييس. أبنائنا اليوم حملوا هم تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، وأثبتوا أنهم وطنيين وخير من يمثل الوطن. زاحمنا اليوم عمالقة كرة اليد، أفضل لاعبي العالم، أقدر أقول نجوم العالم اليوم. زاحمناهم لدرجة أن احنا انهينا الشوط الأول متقدمين، وتقدمنا بفارق 7 أهداف، ولم نخسر المباراة إلا بفارق ضئيل هدف أو هدفين. حتى في الشوط الثاني لم يكن السد هو الشيء الوحيد الذي هزمنا ولا أكثر. الأخطاء التحكيمية الواضحة، استقصاد لحسن الجنبي، ما أقدر أقول استقصاد، لكن أقول كان في تقصير واضح من التحكيم. يعني التحكيم اليوم ما أدى دوره بالشكل المطلوب، وأنا ما أعلق على التحكيم كثير، ولكن أقدر أقول كان أحد أسباب الخروج. يعني ما توفقوا الحكام في كثير من الكور اللي أثرت علينا بشكل سلبي. احنا ما يخفاك احنا تعبنا تحديد الفارق، ولو كانت الفترة وجيزة وكانت فترة قصيرة لتحديد الفريق. لاعبين تونسيين جونا يومين قبل انطلاقة البطولة، هذا شيء صعيب على أي مدرب ماشي يخلق نوع من الروح ونوع من التنسيق بين اللاعبين. احنا المباراة كانت دراسة معمقة للفريق، السد لمعظم لاعبين راهم فريق مونبولي زايد لاعبين صربيين، يعني يعتبر منتخب عالمي، والأمس كان فايز طيلة المباراة مع كيل بفارق 7 أهداف و8 أهداف، هذا اللي بين قوة الفريق الخصم. احنا تكلمت مع اللاعبين ووجدتهم نفسيا من جانب تكتيكي من جانب تقني، قلت لهم لازم ندخلوا بروح قتاليه ونمثلوا كرة اليد السعودية في أحسن تمثيل إن شاء الله، ونحب نشوف رجال فوق الميدان، وشو لازم انضباط تكتيكي، والحمد لله كان اللاعبين منضبطين، وتحكمنا في زمام الأمور. شو في المستوى هذا المستوى العالمي هذا، مباراة مثل هذه تلعب على جزئيات صغيرة. تبقى للفريق المضري غدا مباراة أمام الفريق الألماني، والفريق الألماني متأهل أيضا، يعني قد ضمن تأهله بعد فوزين، وبالتالي من المتوقع أن لا يزج بكل قوى في مباراة الغد، وإنما ربما يلعب يعني ببعض اللاعبين البدلاء، وبالتالي الفرصة أمام فريق مضر، لأنه لو انتصر غدا فريق مضر فسوف يتأهل مباشرة بدون نظر إلى النتائج الأخرى. محمد، الفريق يعني بالرغم من كل الظروف إلا أنه بالتأكيد يستحق التحية والاحترام. عادل، أنا تابعت الأمس يعني أحاديث رئيس الاتحاد وما ذكروا فيما يخص فريق مضر. حقيقة يعني الأمر جد مخجل، الفريق يعني يقدم هالمستويات ومع ذلك لم يكن ذاك الاستعداد اللي يفترض أن يكون أحد ممثلي المملكة في مثل هذه البطولة بالاهتمام المطلوب حقيقة. نعم. يعني أنا تابعت وسمعت أن كان هناك مطالب من نادي مضر بتقديم سلفة أو تقديم دعم قرابة 900,000 ريال قبل البطولة بأشهر للإعداد لهذه المسابقة كأس العالم، لم يتوفر منها أو لم يقدم أو لم تقدم الرئاسة أو اللجنة الأولمبية سوى 75,000 ريال للأسف. هذا مبلغ يعني صراحة مخجل. الآن الفريق يقدم هذه المستويات وبأسماء وطنية يحق لنا أن نفخر بهم حقيقة. أنا أتمنى من المسؤولين وصناع القرار أن يقللوا مثل هذا الخطأ بأشياء أخرى ممكن أن تعطي لهذا الفريق يعني أقل واجب له، باستقبال جيد لهم، بتكريم كبير لهم. نعم. هذا يمكن أقل واجب نعطيه لهذا الفريق، لأنه قدم المستويات في ظل الظروف اللي نعرفها كرياضيين، في عدم توفر صالة رياضية، لعدم توفر دعم للاعبين الأجانب، ومع ذلك يظهر بهذه الصورة الإيجابية. أعتقد أنه مفخرة للمملكة العربية السعودية وبالذات كرة اليد. نعم. سامي، طبعا ما في شك احنا نهني أنفسنا حقيقة بالإنجاز أو بالمستوى الكبير اللي قاعد يقدمه فريق مضر، حامل لقب البطولة في آسيا، يشارك الآن في مونديال مهم جدا، ولعب مع فريق لا يحمل من اسمه إلا يعني لا يحمل من اسم السد فقط إلا أو لا يحمل من السد إلا اسمه فقط. يعني اللاعبين على مستوى عالم، فريق قاعد يقدمون بالليل الفرنسي جلهم
يعني وأنا أستغرب حقيقة مثل هذه المشاركة من الأشقاء في قطر. يعني ما قيمة مثل هذه المشاركة وما قيمة مثل هذا الفوز في ظل مشاركة لاعبين غير قطريين؟ يعني بس على الأقل نقول سامي أنهم يعني انظروا الاهتمام الذي حصل عليه فريق جلد كامل الفريق، كم دعم تلقى هذا الفريق لأنهم يعرفون أنه سيشارك في كأس العالم بالمقارنة بالفريق السعودي. وإحنا طبعا يعني معاناة كرة اليد السعودية ما ليست وليدة اليوم، يعني هي من مرور اتحادات سابقة، من أذكر من أيام اتحاد الفدة يمكن متابعة الكرة اليد، مرور باتحاد المطرود الدكتور سديري، ووقوفا عند الحلافي اتحاد كرة اليد برأس الأستاذ الحلافي. لكن يعني أنت لو تنظر إلى كرة اليد في المملكة العربية السعودية، أنا أتصور أن هي تأتي في المرتبة الثانية بعد كرة القدم من حيث الاهتمام والشعبية. تواجد التركيز أو جل الفرق التي تهتم بهذه اللعبة متواجدة في المنطقة الشرقية، الخليج، النور، مضر، القادسية، بالإضافة إلى الأهلي والوحدة. انظر إلى منشآت هذه الأندية باستثناء الخليج مثل مضر والنور، يعني صراحة لو أنا ودي أنك تقوم بزيارة، أو مثلا الملعب يوفد مثلا مندوبة أو مراسلة إلى مقر ضمر ومضر ومقر مثلا النور، شوف كيف المنشآت البدائية جدا الأرضية اللي يلعبون عليها، ومع ذلك شوف الإنجازات والروح القتالية. شوط أول تكون فائز على فريق يعتبر يعني فريق عالمي بنجومة، ولا تخسر الفارق ضئيل، وحارس مضر يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة. ورغم كل هذا، رغم الظروف اللي حصلت يعني اللي تحدث فيها أمس البرنامج، يعني ظروف مادية صعبة، نحيي طبعا وقفة الأمير نواف وإن كانت يعني متأخرة مع الفريق، ولكن احنا نتكلم نوضع سؤال عريض، يعني يمكن محمد يقول تكريم، احنا ننظر إلى أنه التكريم يجب أن يكون الاهتمام بهذه اللعبة صراحة، من حيث المنشآت، من حيث تطويرها، تنميتها. طيب عموما نتمنى ان شاء الله فريق مضر غدا ان يقدم حضور جيد، ويعني انا اتوقع ايا كانت النتيجه فانه سوف يلقى تحيه كبيره، لانه وفقا لهذه الظروف كلها اعتقد انه قدم حضور جيد. عموما ساذهب الان الى فاصل، بعده نعود لمتابعه الجزء الثاني وفيه المتابعه لمباريات اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا اليوم محمد الغامدي وسامي اليوسف مع حفظ الألقاب. ندخل الآن في تفاصيل مباريات اليوم. ثلاث مباريات أقيمت في دوري زين وهي ما تبقى من الجولة الرابعة، نتائجها ونتائج أيضا مباريات الأمس نتابعها وقد جاءت على النحو التالي. الهلال تعادل مع الاتفاق، هذه مباريات الأمس. الاتحاد والفيصلي تعادل أيضا. الشعلة خسر من نجران بخمس أهداف. التعاون خسر من النصر بهدفين. مباريات اليوم، الأهلي تعادل مع هجر على أرضه وبين جماهيره، أما الشباب فقد قلب النتيجة على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين. الفتح يواصل التألق ويتقدم يفوز بهدفين مقابل هدف على الرائد. هذه نتائج المباريات. نبدأ أولا بالحديث عن مباراة الوحدة والشباب. الشباب اليوم يواصل الحفاظ على الرقم القياسي خلال هذا بعد فوزه في هذه المباراة، وبالتأكيد الرقم يسجل أيضا ويستمر في خزينة الشباب. يقلب النتيجة على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين أهداف المباراة. ربما إشارة من هنا وهناك، بينما الفريق الشبابي يتلقى الإشارة الحقيقية من حكم المباراة عباس إبراهيم في انطلاقة مباراة ومنافسات المنافسة التي تحضر ما بين الفريق الشبابي والفريق الوحداوي. كل أبناء مكة مع سرعة الانطلاق، مع سرعة التمرير، ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. بأحلى تمرير وبأحلى لبس أحمد محمد بشير يسجل أول أهداف الفريق الوحداوي.
في لحظة الحديث عن الأسماء الشبابية. هذا الأمر المميز الذي يجعل من هذا اللاعب السوداني مكسب حقيقي لنادي الوحدة ولإدارة الفريق الوحداوي والأجهزة الفنية الوحداوية والشباب مع فرحة هنا. جول! جول لمصلحة الشباب في لحظة الحديث عن المرتدات وفي لحظة الحديث عن غياب مارسيلو كاماتشو. البرازيلي من جديد بالقدم اليمنى، عطيف مرة أخرى، البحث عن حسن معاذ، يبحث عن تسديد، يبحث عن فرصة. الله الله! رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية سريعا لمصلحة الشباب. الشباب يسيطر على أمور المباراة مع العشر دقائق الأخيرة، مع العشر دقائق التي مضت. سيباستيان، الله 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 الله! كمارسيلو كاماتشو لا تحضر في هذه الأمسية. خطأ يلعب بشكل سريع أمامية، سيباستيان تيغالي إلى ناصر الشبراني. جول! هدف ثاني لوليد عبد الله، كرة في عرضه لكن مع صفرة لإعادة ركلة الجزاء. ميشيل برودوم يجلس هنا في ملعب الشرائع متابعا مشاهدا فرحة وحداوية لهدف ثاني يحضر في ملعب الشرائع. خطأ لمصلحة الفريق الشبابي، تلعب سريعة. الله! رضاكم رضاكم مرضاكم وارضى خواطركم، ما تزعلوا ما تعاتبوا. سجل جول أول وسجل جول ثاني، فرحوا يا جماعة. هذا الحكم الذي يستمر في المعادلة التي تقول الشباب لا يخسر مع عباس إبراهيم للمرة الخامسة في تاريخ مشوار هذا الحكم. ألف مبروك للشباب، حظ أوفر للوحدة. بالتأكيد الشباب يواصلوا الحفاظ على رقم 34 مباراة حتى الآن لم يخسر في الدوري، بالتأكيد رقم سنحتفل به إن شاء الله في هذه الحلقة، ويستحق بذلك الشباب هذا الحضور الممتع. نتابع الآن ردة الفعل بعد المباراة. والله في الحقيقة فعلا الشوط الاول ادينا مباراه، يعني شوط جميل، حركه، كنا بنقرب لبعض، بنلعب قريب من بعض، ما عارف غايته الحاصل شنو. بس الشوط الثاني فجاه كده الناس زي حصل عدم تركيز، ما 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 ما, ما عارف بالضبط الحاصل شنو، بس فجاه ضيعنا فرصتين، جبنا قصادهم طوال جونين والماتش اتفتح، وبقينا اصلا نطلع عشان 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 نتعادل. يعني كسبنا، يعني خسرنا اجوان ثاني زياده، الحمد لله. اول شيء الحمد لله على الفوز هذا، يعني بعد خساره الشوط الاول رجعنا بتقدم 5 أهداف الشوط الثاني، فالحمد لله توفيق من الله. اكيد انا انتمائي ولائي حاليا لنادي الشباب والجمهور الشباب واداره الشباب. صحيح نادي الوحده نادي سابق على عيني وراسي، احترمه واقدر نادي الوحده، لكن برضه لازم احتفل عشان زملاء اللاعبين حيصيرون نحتفل بالجول اللي اجيبه. بس اليوم مختلف الاحتفاليه عن المباراه السابقه. والله الحمد لله، يعني ممكن تعرف كنا متاخرين وتقدمنا، يعني فتعرف لها طابع خاص. اهني كل شبابي بهذا الفوز وان شاء الله نواصل. الطريق طويل والدوري يحتاج نفس طويل ويحتاج متابعه ومواصله. دائما الفريق الثقيل هو الفريق اللي يقلب نتائج المباراه. ما كنا حقيقة الشوط الأول ما أدينا أداء جيد، وكان عندنا مساحات كبيرة بالخلف، وكنا وضع ما كان هو الوضع المأمول والوضع اللي رتب له المدرب، لكن الحمد لله استطاع بتغييرات التكتيك وغير التكتيك الشوط الثاني وغير مراكز اللعيبة، واستطاع أنه يقلب نتيجة المباراة بشكل أعتقد أنه يدل أن الفريق معد إعداد جيد، ويدل أن الفريق إن شاء الله بكل ثقة سيمشي بما خطط له. احنا كل اللي نخافه ان شاء يعني كل اللي نخافه انه يعني يجيك يوم دروب او يجيك يوم ما تكون في يومك وما يوفق اللعيبه، لكن احيانا يعني يكون
يساندك الحظ، واحيانا مستواك والشغل الفني يكون ظاهر. اليوم الشوط الثاني ساندنا الحظ واشتغلوا شغل رائع ووفقوا وسجلوا 5 أهداف في شوط واحد. سامي، الشباب يواصل الحضور يسجل الأرقام، يعني ربما هو الشبابين يعتبون على الإعلام أحيانا، يقول لو في فريق آخر هو اللي حقق الرقم كان ممكن وجدت له احتفالات بشكل آخر، لكن إجمالا الفريق يفرض نفسه بصراحة. يعني الإعلام أحيانا لا يحتاج الفريق الجيد إلى إعلام يعني حتى يسارده إذا كان جيدا. والله دائما لا يصح إلا الصحيح، والجيد دائما يفرض نفسه، لكن مشكلة الشباب يعني أنه ما في ذاك العمق الإعلامي نسوة مثلا يعني بأندية مثل الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، هذه حقيقة لا يجب أن يعني، ولكن في الآونة الأخيرة في الموسمين الماضيين يعني أو الثلاثة الأخيرة بدأ يتنامى الحضور الجماهيري للشباب، ونلمسه في يعني المدرجات خصوصا في الأحساء أو في الرياض، لكن الشباب الآن قاعد يحصد نتاج عمل إداري وفني واستقرار إداري وفني يحصدوا من خلال جولات متعددة. أولا الإعداد كان متميز جدا، التعاقدات الأجنبية، الاستقرار التدريبي، تدعيم الجهاز الفني بكوادر فنية من اختيار المدرب، وفر أيضا مساحة كبيرة من الانسجام، تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين أيضا. الآن أصبح الفريق يتوفر له، المدرب أمبرودومي تتوفر له خيارات متعددة. نعم. يعني مثل تيغالي يلعب الآن برأسي حربة، الموسم الماضي لم يكن يلعب إلا برأس حربة واحد، بالإضافة إلى مختار أصبح الآن مختار على دكة الاحتياط. الفريق الشباب يمكن قلتها بعد في مباراة الأهلي، أثناء مباراة الأهلي بعد أن سجل الهدف الثاني في وقت قياسي بعد تعادل الأهلي، قد فريق كبير، الفرق الكبيرة هي التي تعيد توازنها أو تعود إلى المباراة. يعني اليوم لاحظنا شوط أول كامل يتقدم في الوحدة وخارج القواعد بالنسبة للشباب، يقلب المباراة بتغيير تكتيك مثل ما أكد رئيس النادي الناجح والمتميز خالد البلطان، المدرب غير التكتيك. نعم. وغير مراكز لاعبين وأيضا روح اللاعبين وأسرارهم وقتاليتهم وعودتهم، هنا الفارق، اللاعب هو اللي يصنع الفارق. صحيح. وهذا ما تعني بعض الفرق أيضا الأخرى المنافسة للشباب. نعم. يعني حضور متميز، لاعبين لهم ثقلهم وتأثيرهم، أوكي، ولكن تبقى المشكلة الأساسية واللي بداية الموسم لاحظناها، الخط الدفاعي في الشباب. يمكن لاحظنا المساحات اللي تحدث عنها رئيس النادي في الشوط الأول واضحة، جاء منها الهدف الأول، لاحظناها في مباراة أيضا الأهلي. نعم. مشكلة الشباب أتصور في خط دفاع. بالنسبة للأرقام، الشباب يعني يحافظ على تميزه بالأرقام، أيضا اليوم في رقمين جديدين، يمكن للشمراني سأل الهدف رقم 7 في مرمى الوحدة في مواجهات الفريقين، يعادل أعتقد في رقم فهد المهلل. الجبروفي سجل رقم 100 في الوحدة، في يعني على رقم 100 في لقاءات الفريقين، هذه معلومات من الزميل العزيز سلمان العنقري. نعم. إحصائي متميز جدا. فيعني اليوم الشباب حطم أرقام كثيرة، ولكن صحيح. الأهم اللي أكد لنا الشباب اليوم أنه فريق كبير، صحيح، ثقل نوعي، استقرار تدريبي وإداري، هو حصاد الآن قاعد يمارس الشباب. يعني محمد، الشباب قل ما تجد لديه قرارات خاطئة سواء على المستوى الإداري أو الفني، والنتيجة يحصدها. طبعا من المبكر نتحدث عن تفوق في الدوري لأننا لسه احنا في الجولة الرابعة، ولكن إجمالا واضح أن الفريق يعني ثقيل من السنة الماضية. هو نتاج عمل منظم، يعني بدأ مش من الموسم هذا، الموسم اللي قبله ظهر يعني نتائجه الآن والموسم الماضي. حقيقة يعني الاختيارات دائما واضح أن في رؤية فنية يعني مشتركة بين الجهاز الإداري والفني في اختيارات سواء اللاعبين. يعني الآن برودوم يعني هو أصبح المسؤول الأول بشكل كامل على الفريق، وهذه ميزة تسجل للإدارة الشبابية بدون أي تدخل منها. نعم. أعطت صلاحية كاملة للمدرب في اختياراته ولاعبيه. لكن أنا ودي إذا سمحت لي عاد نتحدث عن الوحدة، الفريق الخاسر. صحيح. اليوم نتكلم عن الوحدة. يعني الوحدة اليوم مع احترامي قدم مستوى الشوط الأول، لكن نتكلم عن الوحدة كفريق
استعد هذا الموسم استعداد يمكن ضعيف، مش بالصورة اللي كنا نتوقعها. يعني في نادي يرأسه قامة مثل الأستاذ علي داود كنت أتوقع أن يكون الاهتمام أكبر بهذا الفريق، خاصة أنه خرج من أو صعد إلى الدرجة الممتازة، يفترض أن يكون استعداد أكبر. أنت لو لاحظت الفريق ما يلعب إلا بلاعبين أجانب في هذا الموسم، وهذه إشكالية يعني تسجل على الإدارة الوحداوية. حتى لو كان العوائق المالية، أنا ما أتوقع الوحدة برجالاتها واسمها الكبير وأعضاء شرفها يعني أنها عاجزة عن ضخ مئات من الآلاف لتسجيل لاعبين. لو لاحظنا الشعلة الفريق الصاعد الآخر استطاع أن يسجل 4 لاعبين، لاعب حسن الطير هو الآن هداف الدوري وسجل قرابة 10 لاعبين محليين للاستعداد لهذا الموسم. الوحدة بالمقابل لم يسجل عدد من اللاعبين، بل العكس، اتجه سلمان الصبياني للاتحاد، إبراهيم الزبيدي كركائز أساسية للنصر. إذن فريق الوحدة يعاني من خلل فني، وللأسف أن هناك أصوات بدأت تتعالى على المدرب بشير عبد الصمد اللي أرى أن استمراريته مطلب ملح، لكن لم تتوافر له إمكانيات يفترض أن تكون هي من أساسيات العمل الإداري حتى ينتج إنتاج إيجابي الفريق. الأخرى التي لعبت اليوم هي المباراة للفريق الآخر المنافس لشباب الموسم الماضي على الدوري، وهو فريق الأهلي الذي تعثر أمام جماهيره بالتعادل مع هجر. نتابع لحظات من المباراة. الآن صالح الأذرول تأتي بانطلاقة هذه المباراة، كرة تلعب صافرة بدأت والمباراة انطلقت، وكرة طويلة ووصلت إلى حارس المرمى ياسر مسينيب، الذي أصلا ياسر مسينيب مع تيسير الجاسم الأسماء هذه الموجودة في تشكيلة الأهلي هي أتت من 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 نادي هجر. حماد مولد، تسديدة قوية، برافو حارس المرمى، جاء جيد وأداء مطمئن، لكن هو يرغب في أن يطلع من هذه المباراة على أقل تقدير بنقطة، وكرة ملعوبة، الله الله، كم ممكن ياسم سليم، كرة ملعوبة في جهة اليسار، عرضية مرت العرضية ما عبرت ما طلعت، وكرة مرة أخرى عرضية أخرى، كرة بالرأس ولكن كرة إلى خارج الملعب، وكرة تلعب الآن في النص طويلة، فيلمينو بيلعب لك كرة في الأمام إلى فيكتور سيمونز، أوف ماضية، ولكن لا لاوين يصرون على الهجوم، تيسير جاسم بيحاول بيلعب كرة توصل إلى جيزاوي، تسديدة وفي احتكاك، هذه الكرة لنا، ليش ما وقفت اللعب، وبالتالي الاندفاع من المدافعي هجر، وأيضا مصطفى مختار الكاميروني على عبد الرحيم الجيزاوي إلى منصور الحربي بيلعبها إلى فيكتور سيمونز بيلعب لك كرة عرضية، مرت العرضية، كرة بلما، الله ضاعت كرة ما تضيع، عبد الرحيم جيزاوي، تيسير الجاسم بيلعب لك كرة لافة ولكن كرة إلى خارج الملعب. هي الوحدة في مباراة ربما فيها 7 أهداف، يعني مباراة مفتوحة، لكن اليوم نحن أمام مباراة مغلقة، وكرة ملعوبة الآن ومحاولة في اللحظات الأخيرة، لكن يبقى عبد اللطيف البداري، وكرة عبد الرحيم جيزاوي الآن بيلعبها إلى كامل المر، كرة مع كامل المر، يلعب كرة عالية وكرة تبعد مرة أخرى من المدافع بداري، وفي هذه اللحظات ينهي اللقاء صالح الأذرول بتعادل سلبي بين الطرفين، وهو أول تعادل سلبي هنا في هذا اللقاء، يجمع هجر مع الأهلي في بطولة الدوري، وأول مرة يفقد النقاط أمام هجر في البطولة هو الأهلي في هذا اللقاء في هذه المواجهة. نتكلم عن الهجر اولا لانه هو اللي حقيقه ربما تكون نتيجه ايجابيه اكثر. صالح، واعجاب بصراحه الهجر الان للجوله الرابعه لم يخسر، سجل فوز و3 مباريات تعادل، هو في المركز السادس
عادل يعني ظهرت بصمات المدرب البرازيلي باتريوسيو، وهو يعني الحق يقال هو مدرب يعرف كيف يستحوذ على الفريق من خلال أداؤه الدفاعي المعروف. نعم. باتريوسيو أعرفه منذ تدريبه لفريق الأنصار وفريق النصر. نعم. كان مدرب يعني يجيد إغلاق المناطق ونجح المناطق الخلفية، ونجح في هذه الطريقة مع الفرق الكبيرة، مع الهلال في أول مباراة، والآن مع الأهلي على أرضه بين جماهيره. أنا أعتقد أن هجر هذا الموسم إلى الآن يقدم نفسه بصورة جيدة. العام كان في المرتبة 11 في نهاية الموسم، الآن في هذا المركز السادس تعتبر يعني شيء إيجابي هو والفتح. نعم. أرى أن هجر الآن إذا استمر بهذه الطريقة سيحافظ على مراكزه في كما يقال في مواقع الدفء أو مناطق الدفء. طيب، سنتكلم عن الأهلي ولكن بعد أن نشاهد ردة الفعل من الجانبين بعد نهاية المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مثل ما تفضلت، حقيقة الفريق يسير بخطة ثابتة في أول أربع جولات. الحمد لله قدرنا نحصد نقاط مهمة بالنسبة لنا في أول الدوري. زي ما انت شايف المباراة حقيقة كانت صعبة أمام فريق كبير، فريق نادي الأهلي. الحمد لله قدرنا نطلع بنقطة إيجابية من أرض نادي الأهلي، وإن شاء الله الأفضل إن شاء الله جاي في المباريات القادمة إن شاء الله. دائما ما تسجلون في جميع المباريات اللي خطوها، هدفين هدفين في كل مباراة، اليوم ما سجلتوا. الحمد لله جاءت فرص، ممكن غير صريحة، لكن الأهم يعني في المباريات بالذات أمام الفرق الكبيرة ولو كانت في أرضها، الأهم أن نطلع بنقطة، حتى لو طلعنا بنقطة حتكون إيجابية بالنسبة لنا. أول شيء الحمد لله على كل شيء، هذا قضاء الله وقدره. قدمنا الحمد لله مستوى، ما أقول أنه قدمنا شيء الخرافي، لكن قدمنا الحمد لله. الحظ ما كان معانا، حاولنا ربنا ما أراد، إن شاء الله نعوضه في المباراة الجاية. إيش اللي حصل بينك وبين اللاعبين الفريق الهجراوي؟ شفنا تشابك اثناء الهجمه مثيره كانت للفريق الاهلاوي، لكن ايش اللي حصل بينكم؟ الله، هو شوف يعني شيء طبيعي في اي مباراه، يعني خلاص انتهت المباراه زي ما بدات انتهت، احنا اخوان، هذه في النهايه اللي في الملعب حينتهي في الملعب. الحمد لله على كل شيء ما صار الا خير. يعني هذه كوره فيها فوز فيها تعادل فيها هزيمه، بس انا حاب اقول انه يعني لسه احنا في البدايه، يعني حصلت في البدايه النتيجه هذه السلبيه علينا، ان شاء الله لو فزنا برضو حيكون في اخطاء. الكوره من غير اخطاء ما هي كوره. يعني على صعيد المباراه ايش نقص الاهلي اليوم انه يسجل؟ والله الحظ، يعني كم كوره اشوف في خط السته تضيع، لكن زي ما قلت لك قدر الله ما شاء فعل، احنا سوينا اللي علينا، ان شاء الله نتلافى الاخطاء حق المباراه هذه، والمباراه الجايه ان شاء الله امام الوحده نضرب بصوره جيده ونتيجه ان شاء الله. الله يبارك فيك، والحمد لله على كل حال قدمنا مباراه كويسه، طبقنا المطلوب منا من المدرب، حاولنا نغطي منطقة خلفية، قدمنا المستوى والحمد لله على كل حال. كابتن توفيق، بسألك عن سؤال مهم جدا، أن تلعب أمام الأهلي هنا في جدة أمام جمهور الأهلي، بصراحة كان نوع من الصعوبة، توقعت أن تخرج بنقطة أو بالتعادل من أمام الفريق الأهلاوي في جدة هنا؟ أكيد فريق الأهلي فريق كبير بين أرضه جمهوره، بس حاولنا أن نطلع أقل شيء، والحمد لله طلعنا بنقطة والحمد لله على كل حال. سامي، الأهلي، والله الأهلي صراحة مستوياته متباينة، يحير محبيه يعني أو عشاقه بتباين المستوى. الشوط الأول أنا أتصور أن الأهلي أو لاعب الأهلي تحديدا لعبوا بثقة مفرطة، انه يعني قالوا احنا قادرين على بعد المستوى الكبير اللي قدمه قدام الشباب، احنا قادرين ان نحسم يعني في اي وقت، وهذه مشكله. التركيز لازم يكون حاضر، وهذه من ميزه اللاعب المحترف واللاعب المنضبط. يعني الشوط الاول هجر هو من فرض اسلوبه، باتريسيو يعني بالتقفيل الدفاعي، وانا احب اشيد بتعاقد هجر مع عبد الحكمي. عبد الحكمي كان علامه فارقه في وسط الميدان في هجر، تقفيل دفاعي واعتماد على المرتدات، استغلال مساحات أوجدها لاعب أو مدافع الأهلي في الخلف. الشوط الثاني استيقظ يعني لاعب الأهلي أو انتفضوا معنا صح، فرضوا أسلوبهم على المباراة، لعبوا على الأطراف، لاحظنا حلول فردية. يعني لما تواجه فريق مقفل لابد أن تبرز عندك هنا المهارة اللي هو الممثل بالحلول الفردية لدى اللاعبين اللي تعول عليها، مثل فيكتور الحوسني، تيسير الجاسم.
ما زال حسني بعيد عن مستواه، فيكتور حاول في فرص، يعني حقيقة اللمسة الأخيرة هي اللي خذلت الأهلي، رغم أنه في فرص كانت في خط الستة. صحيح. لكن يجب حقيقة أنه الأهلوين ينتبهوا جيدا لأمور فريقهم. يعني في نقطة مهمة أنا أتمنى أن ينتبه لها الأهلوين، أن لا يعيشوا وهم والله موراليس ما غطى غياب كاماتشو، كاماتشو إلى الآن لم يغطي من الأهلي، موراليس يحتاج إلى يعني مباريات كثيرة حتى يتأقلم مع الأجواء. نعم. يعني كنا نتذكر بدايات كاماتشو أصلا مع الهلال ما كانت جيدة، ما كانت يعني ذاك الحضور المدهش لكاماتشو كما هو مع الأهلي الموسم الماضي ومع الشباب حاليا. صحيح. فيجب أنه يعني يبتعدوا عن هذه نقول يعني محاولة يعني أنهم يعيشوا في مثل هذا الوهم، يعني ممكن يأثروا حتى يأثر على جماهير الأهلي أو إدارة الأهلي في تقييم أو التفاعل مع اللاعب. لاعب موراليس لاعب عنده قدرات كبيرة لكن يحتاج إلى وقت. نعم. لكن عموما أضم صوتي صوت الزميل محمد، أشيد بفريق هجر، فريق هجر وخصوصا استقرار باتريسيو أفاد النادي بخيارات لاعبين أجانب. صحيح. بتعاقدات أيضا محلية وباستقرار إداري أثمر عنه في المركز الخامس. الآخر في المنطقة الشرقية وهو الفتح، والفريق الآخر الذي يقدم حضورا متألقا في هذا الموسم بعد نهاية هذه الجولة أصبح وصيفا. الفتح يواصل التألق ويفوز على الرائد اليوم بهدفين أهداف المباراة. وبالتالي استعان في الرائد العام الماضي عصام الراقي أحد اللاعبين المميزين حقيقة في وسط الفريق الرائد. هذا عبد الرحمن مالكي وانتظار لصافرة المباراة والبداية مع الفريق الرائد. كرة اللعب على طول عبد السلام عامر يلعبها عالية وطويلة باتجاه وليد الجزالي، لكن بالرأس بدر النخلي يخلصها من أمام المهاجم الرائد. الكرة معاه يحاول يعدي من مدخلي لكن التغطية حاضرة، حصلها مرة ثانية عصام الراقي الجيساني. شوف الرائد شلون خطير، يحاول يعدي ويسدد وترجع وتتكمل، وكرة خطيرة، كرة خطيرة يا سلام. قلنا لكم شايفين شلون الرائد خطير في التمريرات القصيرة، وعندما يكون في قريب ال 18 يكون خطير. حلوة لديبا ألونجا وتغطية حاضرة من النخلي وعدن فلاتة. ديبا ألونجا يلعبها ممتازة حلوة لكاسيو، كاسيو يحاول شوش يسدد، الله إلتون جوزي عرضية عالية وبالرأس وتتكمل، ومحاولة على طول لكن تتخلص، تتخلص مرة ثانية للفتح، خاطئة عرضية ملعوبة بالرأس تتخلص من المدافع، تنشال ترجع مرة ثانية تسديدة وبالرأس، الله بالرأس تصعب على الحراس، بالرأس تصعب على الحراس. جول أول فتحاوي، جول أول فتحاوي، يا السلام على ربيع السفياني، يا السلام على ربيع السفياني. كرة اللعب إلتون يعده، وكرة اللعب المكهوي عرضية ومحاولة جول، جول، الله الله يا درس، الله يا درس، الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك يا حسين يا مكهوي، والله عليك يا درس. سلموا الهدف الثاني للفتح، الهدف الثاني للفتح، لأن الكثافة الموجودة للفريق الفتحاوي في العمق من الصعب جدا. شوف التمريرة ومحاولة على طول، محاولة ديما، جول أول للرائد، جول أول للرائد. قايل لكم، قايل لكم دونجا ما يفوت الفرص، ما يفوت الفرص، قناص قناص، ويسجل أول أهداف الرائد. يا السلام على ديمبا، يا السلام على ديمبا، ديمبا ويا السلام. ألونجا، ألونجا 11 دقيقة بس، 11 دقيقة وتنتهي المباراة، لكن ديمبا يسجل. قوية 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 جدا، قوية جدا من ديمبا. شوف شوف يا السلام ديمبا. وبهذه اللحظة أطلق حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف واحد.
ألف مبروك للفتح. الفتح وصيفا بعشر نقاط بثلاث انتصارات وتعادل واحد وبدون أي خسارة حتى الآن، يأتي بنفس الرصيد من نقاط للشباب، ولكن الشباب يتصدر بفارق الأهداف. نتابع ردة الفعل بعد المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. قدمنا لكن ما توفقنا، جاتهم هجمتين توفقهم فيها، الحمد لله على كل حال. هذا حال المباريات. كابتن، كنت راضين على مستواكم بصراحه بدايه المباراه وبدايه الشوط الثاني؟ بدايه المباراه لعبنا كوره لكن برضو وصلنا لكن ما توفقنا، نقول الحمد لله على كل حال، هذا حال الكوره. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مجهود العيال ما قصروا والله، تعبنا داخل الملعب، تعبنا في التمارين، تعبنا ضغط مباريات، الحمد لله ثمرنا اللي هو الفوز على نادي الرائد. نادي الرائد ما قصروا، نادي قوي والله، والحمد لله على كل حال. كابتن، مع نهاية المباراة يعني كان ضغط كبير عليك، في كان التخوف من إحراز هدف التعادل بالنسبة للرائد؟ أكيد، يعني أن كل شيء وارد في كرة القدم، ما تدري في أي دقيقة أن يكون يسجلون فينا هدف ولا شيء. عندنا الحرص أنه ما يتسجل فينا لآخر دقيقة، وهذه الاستراتيجية اللي هي حطها المدرب اللعب لين آخر دقيقة في المباراة. أول شيء أقول الحمد لله على كل حال، يمكن أبارك لنادي الفتح. يمكن المباراة يمكن بالنسبة لنا يعني كانت نوعا ما، يمكن في احيانا في وقت المباراه تكون كويسه نمسك كوره، ممكن احيانا نتباعد، احيانا نكون قريبين من بعض، يعني هذا اللي هو اكثر الباصات يمكن كانت من الفريق كله، يمكن اكثرها غلط في بدايه المباراه. يعني يمكن الحمد لله يعني المستوى، يعني غض النظر عن احنا انهزمنا، لكن يمكن شفت الفرص، يعني يمكن ديبا يمكن فرصتين او ثلاث ما توفقنا فيها، والحمد لله على كل شيء. طبعا يعني اللي حاصل اليوم من نتائج الحمد لله هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، واعتقد اكيد زي ما ذكرت يعني هو نتيجه عمل، استقرار اداري وفني، اللاعبين حقيقه ما شاء الله عليهم سنه بعد سنه، يعني نشوف تصاعد في مستويات بعض اللعيبه اللي عندنا، استقطابات كانت الحمد لله ناجحه هذا العام. ولكن اللي ابي اقوله يعني انه كانوا احنا وصلنا الى 10 نقاط. انا اتمنى من يعني اللعيبه ومن الجمهور انهم لا يخطون الموضوع اكبر من حقه، احنا لازلنا في البدايه، ربنا وفقنا اكيد في البدايه وقدرنا احنا نصل الى هذا المستوى، ولكن اعتقد ان المشوار طويل والمهمه اللي قدامنا صعبه، ومباريات الدوري كلها صعبه، كنا وفقنا الى الان، هذا لا يعني ان احنا يعني ناخذ ثقه اكبر من اللازم. اتمنى من جميع انه يعرف انه نادي الفتح نادي يبحث على مراكز في حدود اللي يطمح فيه، ولا يجب ان المراكز هذه تحطنا تحت ضغط زايد عن اللزوم. جميله، لكن هل هو هذا حديثك واقعي ام يعني لايصال كلمه للاعبين بعدم التخدير بعد هذه العشر نقاط؟ والله شوف، انا اعتقد انها واقعيه، واحنا نحاول دائما مع لعيبتنا نتكلم بواقعيه كبيره. العشر نقاط او وصول الى هذا المركز في سلم الترتيب في البدايه، اذا 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 وصلك الى مرحله ضغط نفسي وانك انت تصارع لمنافسه انت لا تستطيع انك تواصل فيها، انا اعتقد انه راح يكون لها مردود عكسي. احنا نعرف طموحنا، نعرف وين نبغى نوصل فيه، المستويات لله الحمد يعني جيده على المستوى الفني، نتمنى ان شاء الله ان يستمر الفريق على مستواه، ولكن لا يجب ان نخلي مستوى النقاط او المنافسه تحطنا تحت ضغط واحنا ما نتحمله. الف مبروك للفتح مره اخرى بشكل سريع. محمد، الفتح يعني مثل ما ذكرنا في الشباب عمل منظم، نتاج هذا العمل الان يظهر، وبالفعل ظهر من الموسم الماضي طبعاً. مع فارق الامكانيات طبعا بلا شك، لكن انت لو تتحدث مثلا عن اللاعبين الاجانب الاربعه، هم نفسهم في الموسم المنصرم، المدرب نفسه، الجهاز الاداري نفسه، الاستقطابات اللي ذكرها رئيس النادي الان، مبارك الاسمري يقدم نفسه في الوسط، عدنان فلاته في الظهير الايسر، وفي الاحتياط احمد الموسى، اذا يعني الفريق يظهر بالصوره الايجابيه وهو يواصل اداؤه الايجابي بشكل واضح. يعني طيب سامي، احنا يعني مللنا الحديث صراحه عن الفتح، يعني وقلنا استقرار فني واستقرار اداري،
لكن المفيد في هذا الاستقرار الإداري والفني أنه اللاعبين يعني فهموا مثل ما قال الآن رئيس النادي فهموا يعني يمكن بالإشارة يفهمون الآن الجبالي يعني أثناء المباراة ولا قبل المباراة توفير وقت وجهد كبير يعني في فهم ما يريده المدرب انسجام كبير لكن في نقطة مهمة زي الاستثمار في العقارية والاستثمار في أي مجال الفلوس تجر فلوس يعني الفوز يجر فوز الفوز دائما يرفع معنويات اللاعبين لما تفوز على فريق مثل الهلال في البدايات وعلى أرضه بين جماهيره وتقلب نتيجة مثل مع الشعلة وإلى فوز أكيد هذا يولد ثقة كبيرة لدى اللاعبين تعزيز في الإمكانيات واستمرار لهذا الفوز الفتح حقيقة ما عنده هيبة الفرق الكبيرة ولا ضاعت يعني هذه نقطة مهمة أحسنت عادل يعني مسألة الخوف الخوف لدى اللاعب الفتحي يمكن الموسم الماضي أو اللي قبله كان بتزايد لكن الآن مع المرور المواسم بدأ يقل الثقة تزداد عند اللاعبين صحيح. يكون فيه كسر حاجز الفوز على فوز على فريق مثل الهلال يعني صحيح. هذا ما هو بسهل ترى إذن كيف أصبح الجدول بعد نهاية هذه الجولة الشباب في الصدارة بعشر نقاط وثانيا الفتح بعشر نقاط وبفارق الأهداف الاتحاد في المركز الثالث بثمان نقاط النصر في المركز الرابع بسبع نقاط في المركز الخامس هجر بست نقاط الهلال في المركز السادس بخمس نقاط الأهلي في المركز السابع من ثلاث مباريات بخمس نقاط الاتفاق في المركز الثامن بخمس نقاط الرائد في المركز التاسع بأربع نقاط نجران بنفس الرصيد من نقاط في المركز العاشر التعاون في المركز الحادي عشر بثلاث نقاط من ثلاث مباريات الشعلة في المركز الثاني عشر بثلاث نقاط الفيصلي في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة في المركز الأخير الوحدة بنقطة واحدة أيضا فاصل بعده نعود لمتابعة الجزء الثالث وفيه ردود الفعل للجماهير بعد نهاية هذه الجولة أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج ضيوفنا سامي اليوسف ومحمد الغامدي نتابع الآن في هذا الجزء ردة الفعل بعد نهاية الجولة بعد بالتحديد بعد نهاية مباريات الأمس بكرة سنتابع مباريات اليوم عشان الوقت نبدأ أولا بجماهير الهلال بعد نهاية مباراتها أمام الاتفاق انت برافو يعني نتعادل اكيد والله حرام والله جايب لي مدافع مانجان ومرسي طوال وكره عرضيه وجول والله حرام والله مستوى سيء ما في اي تكتيك في الملعب انا حضرنا المباراه والله شوي جانا ما في اي تكتيك والمدرب تبديل الخطا ياسر قحطاني انه يطلع ينزل الكوري ما في اي لمسه ولا في اي مسانده خط الامام نهائيا ولا كان موجود بصراحة. والله انت لو تلاحظ ان لو تفكون من مجامله شوي مثلا من بعض اللعيبه مثلا ما احترم لعبك عندك المرشدي ما شاء الله احسن يلعب بواسطه ما احترامي له ومانجان يعني تعبين عليه ومعطينا اكثر من يعني اكثر من حريته مع اني اشوف المسلم جايبين ملايين في الاخير حاطين دكه الاحتياط وفي لعيبه يعني ما ودي اطرح اساميهم المفروض يعني يلعب بدكه الاحتياط عندك سالم الدوسري اشوفه ادى اكثر من الشلوب شلوب اسم كبير ما اعترض عليه لكن مساله انه يعني ياخذ شوط ونص اكثر من حقه ويعني اخذ اكبر من حقه كوقت وكلعب وجهك كذا مش راضي شلون؟ أقول مش راضي عن المباراة. أكيد مو راضي عزيزي. شوف هلال كبير يا أخي ويجي الاتفاق يتعادل معه. يعني ما عندي أي تعليق صراحة. طيب وش الأسباب؟ وش الأسباب اللي تخلي هلال؟ أول مباريات إنه ما قدم مستويات مميزة. وش الأسباب اللي خلت الهلال أول موسم ما يقدم مستويات مميزة؟ اسم المدرب لا تسألني. فعلا الأسئلة كلها تعليقات الجماهير كلها لها علاقة بالمدرب شوف بنتابع كل ردات الفعل بعد نكون بعدين نعلق عليها سويا لأن كلها لها علاقة بالجماهير وفيها يعني قاسم مشترك ربما الغضب على الكبار نشوف الاتحاد جماهير الاتحاد بعد نهاية مباراة الاتحاد والفيصلي الاتحاد
والله اكيد صراحه يعني هذا مو الاتحاد صراحه يعني اللي نعرفه يعني مدرب لاعب تشكيله غريبه ويعني هذا مو الاتحاد احنا عارفينه حتى لو فاز يعني ما حيرضي جمهور صراحه الاتحاد. والله شوف اذا ما نشوف له حل الدفاع هذا زي ما يعني اتضح لي انه مع احترامي لمدرب الاتحاد انه مدرب ما يعرف امكانيات فريقه. يعني اذا ضد الفيصل مع احترامي للفيصل يتلعب ثلاثة محاور ويصيب عندك لعيبه برضه تنزل محاور مدافعين يعني ما ادري متى تهاجم. يعني ايش خليت للهلال وايش خليت للنصر وايش خليت للشباب ضد الفيصل؟ يعني بكره يجينا كمان مع احترام الفرق الثانيه نلعب مدافعين بالطريقه هذه، ما اتضح يعني انه مدرب ما يعرف امكانيات الفريق نهائيا. فريق اتحاد هجوم ما تلعب لي بثلاثة محاور واربع محاور. يعني متى نهاجم؟ يعني طريقة لعب ما في، يعني حتى الهدف الأول جاء صدفة، ما في أي تكتيك في الملعب. يعني مباراة اليوم للأسف الاتحاد سيء وأنا أحملها مدرب. عندي سؤال، مع ريال مدريد ما لعب بثلاثة محاور، كيف يلعب مع الفيصلي مع احترام الفيصلي يلعب بثلاثة محاور؟ يوم لعبنا مع ريال مدريد ما لعبنا بثلاثة محاور، كل مباراة بيلعب بثلاثة محاور، أنا مش عارف يعني ليش بيلعب كذا. يعني علاج الاتحاد اليوم، مشكلة الاتحاد كانت وين وإيش علاجها بالضبط؟ المدرب، مشكلة المدرب إنه ما هو إنه خايف. لازم يبطل خوف، لازم. يعني اول السنه فاتت فعلا كان الاتحاد تعبان، كان ما عنده اجانب، السنه دي عنده اجانب، يعني المفروض بيلعب بخطه معقوله. يعني حقيقه المدرب ما ادري هل هو يعني للدرجه دي، رغم ان احنا نمدح ونمدح تكتيكه، لكن ما هو للدرجه انك انت تخاف من فريق زي ذا. يعني هل معقول اذا اصيب اسامه هوساوي ما في يعقى من نادي الاتحاد؟ اسامه المولد اذا اصيب يعقى من نادي الاتحاد؟ والله انا احمل المدرب، احمل مدرب طريقة عقيمة يا صراحة. يعني هذا الاتحاد كله فرق ضرب له الف حساب، يلعب مع فريق يعني مع احترام للفيصل يعني يلعب براس من غير راس حربة، يعني ما عندهم راس حربة صريح. طيب يوم النصر لعب بنايف هزازي في نهاية المباراة، ترى مباراة النصر هذه دخل فيها الحظ، المفروض الاتحاد ينزل مهزوم. ترى دفاع الاتحاد سيء كان اليوم مرة. مشجع يقول بعد أسامة المولد لا يوجد مدافع في نادي الاتحاد. شيء طبيعي، المنتجري تعبان، ضغط التوكر سيء، خلاص كبير في السن، أحمد عسيري لسه شاب ناشئ يعني قدامه المستقبل إن شاء الله. بس اليوم مدرب لما نزل الزبيدي يعني في المحور كان المفروض ينزل سنتر، خلي كريم في المحور أفضل. نستمر في ردة فعل الجماهير. التعاون والنصر هي ثالث كاميرا الآن في ثلاث ملاعب، التعاون والنصر، ردة الفعل من الجماهير بعد نهاية المباراة. أسباب الخسارة هي من بداية المباراة التشكيل، طبعا بما أني تعاون يتكلم عن نادي التعاون، طبعا تشكيلة المدرب خطأ من بداية المباراة إلى نهايتها. يعني حتى التغييرات الأخيرة، حتى تغييراته طبعا كلها خطأ. يعني شيء طبيعي أننا نخسر، وزين أنها صارت 2-1 ما صارت أكثر. فريقي فاز بس حنا زعلانين، المستوى ما هو طيب. المستوى يا عيال، المستوى ما هو طيب يا شباب. حنا نبي ما ترانا يقدم التغييرات قبل. اليوم وصلت الدقيقة 75 ما بدل إلا بالزينة، يطلع السهلاوي خلى على دكة الاحتياط لين يتعلم اللعب. والله جد أعتقد الفريق قدم مباراة كويسة بالأمام، لكن بالخلف في مشكلة. زين، لكن أتوقع حدد لي نوع المشكلة، حدد لي نوع المشكلة. بس قلب الدفاع يعني السناتر ثاني من ثلاث مواسم التعاوني عارف من قلوب الدفاع، لكن أعتقد أنه له دور سامي النمري بالهدف الثاني اللي سجله النصر، طريقة اليد واضحة للسهلاوي. دائما التعاون يعاني من التحكيم، مع الاتفاق ضربة جزاء لم تحسب، ومع الهدف الثاني سجله السهلاوي ما هو هدف صحيح. النصر لنا خمس سنوات ما شفنا المستوى زي كذا، لا ناقصنا الحظ. مباراة الاتحاد أبدعوا العالمي، والمباراة هذه لكن الحمد لله النمري لو انه شايل شوي علينا النمري، لكن الحمد لله ما عليه. بس يا اخي هذا بيده، انت شفت انت بيده واضح يعني ما يحتاج ان نبرر. بداية المباراة 11 لاعب داخل الملعب، والله ما اقدر ايش اقول لك، لكن اللي اقدر اقوله تغيير المدرب والهدف بيده واضح. الحمد لله الفريق بدا يعني يظهر شخصية، وبدا يعني يضح تكتيك وسط الملعب، والحمد لله يعني متحسن احسن من قبل. من القصيم الى الخرج، مباراة الشعلة ونجران، ايضا كاميرا الملعب حضرت هناك وردة الفعل بعد المباراة. أه
الحمد لله على كل حال الشباب قدموا مستوى طيب لكن ما حالفهم الحظ وان شاء الله يعوضونا في المباراة الجاية ان شاء الله تعالى. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء هذا مستوى نجران طلع بمستوى قوي دهمنا في البداية وحاولنا نعدل بس ما قدرنا. والله اعتقد ان الوقت بين المباراة السابقة والان هي فترة بسيطة بس واعتقد الارهاق واضح جدا على فريق الشعلة. حقيقة هذا مو مستوى الشعلة خاصة في المباراة السابقة اللي تقريبا انهزم في اخر الدقائق وهذا شيء طبيعي كلنا زعلان حقيقة على الشعلة. فريق محترم جيد لكن الشيء الزين انه باقي الروح موجودة الى الان ونحن متأملين فيهم ان شاء الله انهم يبقون. نجران اذا لعب ما حد يفوز عليه مرة ما عليكم زود وإن شاء الله نطمح يعني الفرق اللي مثل هذه الشعلة مستواها متقارب مفروض يعني نجران عشان يبقى في الدوري الممتاز إنه يفوز على الفرق مثل نجران فريق كبير الشعلة فريق كبير نقول هذا ذاك الشعلة في خلل. أول شيء ما ينقسم رأس حربة مهاجم صريح الخبرة صالح نجران فرقت صاحب العبد الله جهاد الحسين محسن النجراني يعني اللعيبة أثروا في المباراة صنعوا أهداف وكان لهم تأثير يعني جدا كبير. أنا ما أتوقع أن النتيجة بخمسة لأنك شفت مباراة الفتح الأخيرة الفتح فريق ممتاز يعني كان الشعلة يعني متقدم عليه مرتين في المباراة لكن عادلها مرة ومرتين حتى تقدم الثالثة لكن كانت النتيجة اليوم صراحة يعني ما كان يعني حتى أكثر متشامين ما كان يتوقع أنها يعني تكون خمسة. والله ما ادري وش اقول ولكن الشعلة يبي لهم يعني لاعب خبره تركيز يعني شكوى لله والله ما عندي شيء اقول. هذه حديث الجماهير في اربع ملاعب اربع مباريات اللي لعبت امس. محمد التقط ما شئت وعلق. يعني طبعا لو اخذنا الاتحاد يمكن أكثر ما تسبب من غضب على المدرب كندا وطريقته أنا يمكن أتفق كثيرا خصوصا في مباراة مثل هذه أنت على أرضك ومع الفيصلي خسر ثلاث مباريات يعني الفريق لا يلعب برأس حربة يعني طريقته 4-6-0 يعني طريقة غريبة في هذه المباراة بالذات يعني ممكن نأخذ العذر له في مباراة النصر لكن مباراة مثل هذه كان شيء غريب من المدرب. طيب اعتقد ان الاتحاد يعني خسر نقطتين يعني للاسف انه الفريق ما قدم مستويات الى الان ثابته وهذا شيء يعني ممكن يؤثر عليه في البطوله الاسيويه اذا اخذنا في الاعتبار ان الاتحاد الان يعني لديه خطا كبير انه لم يتواجد لديه في القائمه باكملها الا راس حربه تقليدي واحد وهو نايف هزازي. الصبياني اصيب الان فهد المولد وهو طبعا لاعب طرف لكنه مع المنتخب الشباب اذا في اشكاليه في الفريق الاتحادي في تواجد لاعب راس حربه تقليدي. طيب. في غير نايف الهزازي. الهلال طبعا كررنا سابقا ان الهلال كان فريق يعني يعتمد على اربع اجانب بصوره يعني جيده حتى اعتبر انه افضل فريق في مواسم الان حقيقه اللاعبين اقل من المستوى المطلوب مستوى رادوي وويلي فاعتقد ان الهلال لديه نقص بعض اللاعبين زائد نقص مستويات بعض اللاعبين المحليين. نعم سامي الهلال والاتحاد هي الاكثر غضبا تشوف ان الغضب مبرر جدا ولا بدري على الكلام؟ لا بالعكس جدا مبرر فرق كبيره جماهيرها تعودت على الفوز يعني مثل الهلال يخسر من الفتح يقدم مستويات متواضعه حتى الان يعني حتى امام الاتفاق الاتفاق لم يكن بتلك الصوره المهم يعني الجيده جدا ومع ذلك خسر الهلال. طبعا انا يمكن ارجع باختصار شديد في مساله الهلال اداره تتحمل جزء والجهاز الفني أو الأمور الفنية لها جزء الشق الإداري في تأخر تعاقد مع مدرب التأخر الإعلان عن موعد المعسكر بالتالي وبالتالي أيضا التعاقدات أيضا الأجنبية التي لم تكن بمستوى الطموح. نرجع للشق الفني ليبدو أن المدرب حتى الآن لم يتعرف على مستوى اللاعبين جيدا ولعل يستدل بهذا الأمر في منطقة المحور وهي المنطقة الحساسة التي كشفت دفاع الهلال
هرماش يعني تارة في مباراة الاتفاق مثلا يلعب مع الفرج ثم وقبلها كان يلعب مع الغنام ثم في نهاية المباراة يلعب بجانبه القرني. القلوب الدفاع والرأسي الحربة والمحاور الاثنين يجب يكون في ثبات كبير. يمكن هذا أجد له مبرر لما تنتقد الجماهير غياب مثلا يحيى مسلم وجود على دكة البدلاء بدل من مرشدي. مرشدي قاعد يقدم عطاءات مع متوسط الدفاع، يجب أن يكون في استقرار يعني استمرارية وثبات، لأن هذا أي تغيير في هذه المنطقة قد يكون مؤثر. الجزء الآخر يتعلق باللاعبين. لاعبين لهم أسماء كبيرة لم يقدموا عطاءات مثل ياسر قحطاني. ياسر قحطاني لو نرجع المباراة مثلا قارنا مثلا نصر شمراني أو مثلا بتيقالي، شوف تحركات هؤلاء اللاعبان مع ياسر قحطاني، شوف الدائرة اللي يتحرك فيها ياسر قحطاني، شوف المجهود اللي قدمه. نعم. العطاء البحث القتالية على الكرة، أنت لاعب كبير وكابتن يعول عليك الفريق الشيء الكثير، يجب أنك تظهر. الأمر الأهم من هذا كله اختصار إذا سمحت، الأمر من هذا الأهم من هذا كله غياب سامي الجابر. غياب سامي الجابر ترك فراغ كبير على المستوى الفني كمساند المدرب. يعني أنا قلت لك المدرب لم يعرف إمكانيات اللاعبين، لو كان سامي موجود اختصر جزء كبير. طيب. أيضا على الجانب الإداري وأيضا على الجانب الجماهيري، امتصاص مثلا غضب الجماهير، وجود سامي قد حتى يقلل من نسبة الانتقاد للإدارة والجهاز الفني. هذه كل الظروف المجتمعة أثرت عليها وجعلته يظهر بأبطأ يعني رتم له في المواسم. لاحظنا يمكن الوحيد اللي سالم الدوسري هو اللي يحرك الأمور ويلعب على الأطراف. طيب. ويتحرك مع الفريق. وضحت الصورة. الفقرة الأسبوعية نبدأ اليوم وهي الفقرة الجديدة، فقرة هذه رسالتي، نبدأها بالتأكيد بداية نموذجية مع الرئيس للنادي النموذجي، رئيس نادي الفتح عبد العزيز العفارق، في فقرة هذه رسالتي يوجه عددا من الرسائل. حديثي تجاه المنتخب راح يكون حديث جمهور، يعني ما استطيع انه انا اقيم العمل اللي يصير داخل المنتخب السعودي، احنا بعيدين عنه. ولكن اعتقد ان لا يمكن يكون هناك نجاح في منتخب ما لم يكون البناء قوي على مستوى اللاعبين. نعرف انه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ احمد عيد يعني يمر في مهمة صعبة كمسير لمهام الاتحاد في مرحلة انتقالية جدا هامة. اللي انا ممكن اقدمه شخصيا يعني له ان نقول احنا نقف ونلتف وراء اي عمل يبحث وراء الإتقان وراء التطور والنمو. وأنا رأيي دائما أنه حط الهدف أمامك أنه يكون التفوق، وابحث عن الإتقان من البداية. أعضاء شرف النادي حقيقة مني لهم يعني رسالة يعني محبة وتقدير حقيقة، لأنه أنا أعرف أنه كثير منهم اللي عمل معنا حقيقة وهو لم يكن أصلا من محبين الرياضة سابقا. هذا حقيقة يعني التغير حقيقة في المفهوم، في الرؤية، في النظرة تجاه الرياضة ما حصل إلا لمحبة المنطقة ومحبة يعني خدمة أهاليها وإسعادهم. شكرا جزيلا لكم باسمي وباسم كل اللي يعملون في النادي وباسم كذلك جمهور النادي يتكلم بلسانه، ونقول لكم انه باذن الله يعني ما بذلتوا شيء وراح بدون نتيجه. الحمد لله جزات النادي يوم بعد يوم الحمد لله تتطور. كابتن فتح الجبال بامانه رجل يعني فعلا يعني مر معنا في مراحل صعود النادي، يعني من مراحل ما كنا في الدرجه الاولى الى اليوم اللي وصلنا له. طبعا اليوم كابتن فتحي ليس مدرب كأي مدرب آخر، هو أصبح جزء من الكيان الفتحاوي، جزء من فريق العمل. يعني استمراريته معنا يعني عطته بعد في التخطيط إلى فترات أبعد من العادة. عدد المدربين يركزون على إنجازات الموسم واحد، الكابتن فتحي ينظر إلى أبعد من هذا. الكابتن أحمد أبو عبيد الفترة الصعبة اللي مريت فيها هذه ممكن تمر على أي لاعب، ممكن تمر على شكل
مشاكل مع فريق زي ما حصل اليوم معك مع فريقك، ممكن تمر على شكل إصابة، يعني ممكن تبعد اللاعب لفترة طويلة جدا، ولكن محبة اللاعب للعبته، محبته لنجاحه، ما تجعله يعني يستسلم للإحباط. أحمد أنت موهبة كبيرة جدا وقادر أنك ترجع، أتمنى لك التوفيق. بالنسبة لرسالتي لجمهور الفتح، يعني أحب أني أقول لهم أنه النادي وما فيه من عمل هو كله موجه لكم حقيقة. أنتم الوقود يعني اللي من خلاله يعني إحنا نستمد طاقتنا ونتحرك ونجتهد، ومن خلاله كذلك يتحمس أعضاء الشرف ويتحمس اللاعبين. فنبغى تفاعلكم معنا، نبي وجودكم في الملعب، نبي تشجيعكم لهاللاعبين. الحمد لله ناديكم نادي في تطور مستمر. عائلتي يعني هم اللي وقفوا معانا وتحملوا يعني المسؤولية اللي احنا يعني اخذناها على عاتقنا. احنا يعني ناس مشغولين وعندنا اعمالنا، وبالاضافة اخذنا المهمة الاجتماعية هذه ورئاسة النادي، واكيد كانت من حساب وقت العيلة. فيعني نشكرهم حقيقة على وقفتهم معنا. شكرا لزميلنا بدر العثمان، وشكرا للرئيس الأستاذ عبد العزيز العفالق. هو نموذج للرئيس الذي يقدم عمل بأقل الإمكانيات، رسائل متزنة. في هذه الفقرة نقدم، نضع أمام الضيف عدد من الشخصيات أو الجهات يوجه لها رسالة. سنتابع المركز الإعلامي، فقرة المركز الإعلامي، وهي الفقرة التي نتجول فيها في الأندية السعودية وأخبارها في هذا اليوم. في النصر، تأكدت إصابة لاعب فريق النصر عوض خميس بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري. كما أظهرت الفحوصات الطبية للمصري حسني عبد ربه إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، ستغيبه شهرا عن الملاعب. في النصر أيضا، الكولومبي ماتورانا مدرب النصر يكافئ اللاعبين بيوم راحة عقب الفوز على التعاون في عقر داره بهدفين مقابل هدف، وسيلقي الفريق تدريباته يوم الأربعاء على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الهلال، أخضع الفرنسي كومبواري مدرب فريق الهلال لاعبي فريقه الذين شاركوا بصفة أساسية أمام ضيفهم الاتفاق إلى تدريبات استرجاعية، في حين مكث سلمان الفرج في العيادة الطبية لإصابته في عضلة الفخذ الخلفية، في حين اقترب نواف العابد من الانتهاء من برنامجه التأهيلي إثر إصابته في العضلة الضامة. في الأهلي، إدارة النادي الأهلي تجدد عقد قائد الفريق محمد مسعد لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك بعد دخوله فترة 6 أشهر الأخيرة من عقده، وأبدى رغبته وارتياحه في الاستمرار مع الفريق الإهلوي. في التعاون، أثبتت الفحوصات الطبية النهائية للاعب فريق التعاون عبد العزيز فلاتة عدم حاجته للتدخل الجراحي بموضع إصابته بالركبة، وأثبتت الأشعة وجود قطع جزئي بالرباط الأمامي للركبة. أما إصابة قائد الفريق أحمد الحربي فهي عبارة عن تمزق بالعضلة الخلفية وتحتاج علاج مكثف لمدة 7 أيام. في الفيصلي، عاود فريق الفيصلي تمارينه اليوم، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتحاد تدريبا استرجاعيا. ومن جهة أخرى، منح الجهاز الفني بقيادة السيد مارك بريس لاعبي الفريق الأول راح يوم الأربعاء على أن تعود التدريبات مساء الخميس. سنحتفل الآن بالشباب على الرقم الذي حققه، الرقم 34، وهو رقم بالتأكيد يستحق الاحتفال ويستحق أن نتوقف عنده كثيرا. سعيد العمري يحتفل بالشبابيين. خالد ليتنا خالد طول الزمان نجوم.
خالد طول الزمان نجوم نادينا في كل بطولة الزمن شاهد كاس الذهب يسطع بيادينا واللي يجينا وده يعاند يتعب ولا يوصل شواطينا بالتأكيد رقم يستحق الاحتفال. ألف مبروك للشبابين، هذه الأرقام التي يحققونها يوما بعد يوم. شكرا لزميلنا سعيد العمري، أشكر ضيفي الكريمين شرفوني في هذه الحلقة، مدير تحرير صحيفة عكاظ الأكبر سنا طبعا، صحيح سامي؟ أكيد طبعا. طيب محمد الغامدي شكرا لك أبو بندر، تقبلها. شكرا لك عادل والأخ العزيز سامي ولفريق عمل البرنامج والمشاهدين الكرام. شكرا لك. شكرا لسامي اليوسف رئيس القسم الرياضي في العربية نت، يعطيك العافية سامي. شكرا لك عادل وشكرا لزميل محمد والفريق العمل لهذا البرنامج المتميز. شكرا لك، مبروك تدشين حساب التويتر لك. لازم يعني في الأخير. شكرا لك سامي، المشكلة بلاش تبع عمري ما عارف أسوي شيء. شكرا لك سامي، شكرا لفريق الإعداد، معنا اليوم عايض القحطاني مدير التحرير محمد ثواب ومعاذ الحميدي، برجس القحطاني جابر الحربي سهل الغانمي، ولمعد فقرة هذه رسالتي وأيضا أحد الطاقم الإعداد اليوم الزميل العزيز سعيد العمري. تحيات مخرجنا اليوم علي المالكي، نلقاكم ويلقاكم زميل العزيز رجل الله السلامي غدا في حلقة جديدة بالملعب، إلى اللقاء.